بعد نحو 10 أيام من تصريح عبد المجيد تبون بأن بلاده كانت تتدخل لمنع سقوط العاصمة الليبية طرابلس على يد المرتزقة، أعلنت قوات عسكرية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر وجعلها منطقة عسكرية. وبحسب البيان لها، وصفت وحدات حفتر عملياتها العسكرية في الجنوب الليبي بجهود لملاحقة من وصفتهم بالإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة. هذا في الوقت الذي تتجهز فيه الأطراف الليبية للتوجه نحو برلين 2 لبحث وحدة ليبية الأربعاء القادم. ولن نبتعد كثيرا عن ليبيا لنحط في تونس. القيروان تستغيث، تونس تختنق، هذه العناوين المنذرة بخطر صحي محدق. تصدرت الصحافة التونسية التي تحدثت عن استفحال لعدوى فيروس كورونا في عدد من الولايات، وخاصة تلك التي تعاني من هشاشة التجهيز الصحي وضعف الخدمات الصحية. أهلا بكم في المشهد. إذن بينما كان عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبي يغرد عبر تويتر قائلا: اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، وذلك إثر إعادة فتحه الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي. كان خليفة حفتر قد فضل التوجه غربا نحو الحدود الجزائرية، معلنا سيطرته على منفذ حدودي مع الجزائر، وتحديدا على معبر أيسين تين الكوم الذي يفصل مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية. تتوالى إذن التصريحات ليصدر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش بلاغا يحظر إعادة تمركز الوحدات العسكرية أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان. وللنظر في زوايا المشهد الليبي سيكون معنا اليوم الدكتور إسماعيل معراف، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي من الجزائر، وكذلك الدكتور محمود إسماعيل الرملي، الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية من طرابلس. أهلا بكما. أبدأ معك من طرابلس دكتور محمود إسماعيل الرملي، يعني هل تؤكد لنا سيطرة حفتر حقا على منفذ في الحدود الليبية الجزائرية؟ حفتر كبعبع إعلامي ليست لديه انتصارات إلا في واقعه الخيالي هو والمسمار وغيره، فقد سيطر كما أعلن على أكثر من 50 مرة على جزيرة الفرناش قرب طرابلس، ولم يبقى إلا الأصفار التي ذكرها. لا يوجد لا أي قوات لا لحفتر، ولا يستطيع أن يسيطر على هذا. وأعتقد جازما أنها جاءت للإلهاء الشأن الداخلي بعد أن فقد كل أوراق من زاوية على وعلى إمكانية أن يترشح بعض الأوراق في قبل مؤتمر برلين الثاني الذي سيعقد في 23، ومن هنا حاول أن يرمي بورقة من الكذبات التي تعودها وتعودها الليبيون وهم يدركون أنها لا أساس لها ولا وجود لها. فالمعبر أصلا هو مغلق، والجزائر أعلنت أنها سيتم التنسيق مع الليبيين من أجل فتحه، والأمور تسير بشكل جيد. أما أوهام حفتر والادعاء فليست إلا مجرد بيانات للاستهلاك المحلي أو محاولة الدغدغة الدولية من أجل اتخاذ مواقف والقول إنه تمدد، والتمدد ليس له إلا في الأحلام. واقع أن حفتر نعم مجرم حرب، وهو يتحاول قدر الإمكان إدكان الفتنة، وأيضا محاولة أيضا عدم الانصياع للسلطات الجديدة التي برزت بعد اتفاق برلين الأول واتفاق جنيف.
كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن أمام المجتمع الدولي تحدي كبير. يتمثل هذا التحدي في ضرورة أن يكون هناك وضوح في أن ليبيا تريد أن يكون هناك هدوءا، لكن لا تريد أن يكون هناك استسلاما لعسكري متمرد كحفتر. ومن هذه الزاوية لزاما أن تصدق بياناتها بإجراءات أخرى عملية في المعرقلين. وأعتقد أن هذا الاتجاه قد اتجهت إليه الاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي الآن من زاوية التنصيص على أنه ربما يكون هناك عقوبات مؤداها أن الذين يعرقلون العملية السياسية في الانتقال إلى 24 من ديسمبر ربما يتعرضون لعقوبات. ومع عدم ثقتنا المطلقة في ما يقوم به المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لأن معظم وعودهم خلف، إلا أنه لزاما القول أن حفتر حقيقة يجب التخلص منه كما يتم التخلص من أي قمامة، لأنه قتل وكثير من الإشكاليات في ليبيا مصدرها وأساسها حفتر. أما من ناحية الصحة، لا صحة للخبر الوارد فيما يتعلق بسيطرة على معبر، وهو كلام عاري عاري عن الصحة تماما. حتى وإن بدا أنه من قبل مجموعات تنتمي لحفتر، الواقع غير موجود ولا يوجد معبر مفتوح وهو مغلق منذ مدة، ويجاري التنسيق ما بين وزارة الداخلية والسلطات الجزائرية والسلطات ذات العلاقة بالخصوص من أجل العمل على أستاذ إسماعيل الرملي، دعنا نشرك معنا ضيف الجزائري، والموضوع نظن أنه يخص الجزائر أيضا بنفس القيم التي يخص بها ليبيا. أستاذ إسماعيل معراف، يعني الصحف الجزائرية والإعلام الجزائري تحدث عن سيطرة حفتر على منفذ حدودي بين ليبيا والجزائر. أستاذ الرملي كان ينفي ذلك، يقول هي فقط يعني فرقعة إعلامية ربما يقوم بها حفتر، يعني حفتر على الحدود مع الجزائر ربما، نقول ربما هنا، بعد أيام من تصريح تبون في لقاء تلفزي له أنه كان مستعدا للتدخل لإنقاذ طرابلس من أيدي المرتزقة، قال تبون. برأيك هل ما قام به حفتر هي رسالة ربما، هل هي ربما موجهة للجزائر؟ بالفعل سيدتي الفاضلة، لأن تقريبا تصريح الرئيس الجزائري هو تصريح نوعا ما مستفز، وكأن ليبيا هي ولاية جزائرية وليس لها ربما من يقوم بشأنها سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري. والكل يعرف، ومشاهدكم الكريم يعرف، بأن الوضع في ليبيا هو متأزم وتفجر من الناحية الأمنية، وأن من يمتلك القرار ليس سياسيون بما فيهم المجلس الوطني أو حتى الحكومة الموجودة الآن مؤقتة في ليبيا، ولا حتى الفواعل الدولية في المؤتمرات اللي يسمى المؤتمر القادم في برلين. لكن حفتر بغض النظر عن أننا نعتبره مجرم حرب أو أنه وطني طائر داخل ليبيا، لكن بالنهاية هو ما أيضا له باع وله دور في المعركة العسكرية. وأعتقد أن وجوده على تخوم الحدود مع الجزائر ليس هكذا فرقعة إعلامية مثل ما كان يقول صديقنا العزيز، بل هو واقع وحقيقة. لأن عندما نبحث من وراء حفتر نجد من وراء حفتر هو مصر بكل الترسانة العسكرية الموجودة معها، والإمارات بالأموال، وأيضا كثير من الدول الإقليمية التي تدعم هذا حفتر من زمان، ولا تريد فقط أن يكون ربما لدور دولة إقليمية الجزائر وغيرها فقط في المشهد السياسي داخل ليبيا، وممكن جدا يستحوذوا على الكعكة، لا سيما أن خروج نوعا ما تركيا من المشهد، ولو خروج نوعا ما لغاية الآن مبهم مازال غير متجذر، لكن يبقى حفتر الآن نوعا ما استعاد سيطرته من الناحية العسكرية، الناحية السياسية أيضا، لأن ما قاله الرئيس الجزائري بأنه كنا مستعدين نتدخل أعطى استفزاز بالنسبة للوطنيين الليبيين، وهنا غزل حفتر على هذا المنوال وأعطى إمكانية بأنه ربما انتحرك، حتى لو كان تحركه العسكري ليس بالمستوى المطلوب، ولكن أعطى إمكانية بأن ليبيا يمكن لها أن تكون هكذا مستهدفة، وأيضا ممكن أن تصبح قطعة من الجزائر، بسبب أن اليوم يعرف القاسي والداني
لأن في الجزائر هناك أزمة سياسية خانقة، وأيضا تقريبا الرئيس لا يتمتع بالسلطة الكاملة، هو واجهة للعسكر، وهذا كله يعطي انطباع بأنه ما قام به حفتر مثل ما تفضلتي سيدتي الفاضلة هو رسالة مشفرة صراحة أولا للقوى الوطنية في ليبيا، بأن ليبيا لا يمكنها أن تكون هكذا في يد ربما تخرج من سيطرة إلى سيطرة لدولة. ابقى معنا الدكتور إسماعيل معرف. نعم دكتور إسماعيل معرف، ابقى معنا. نعود للدكتور محمود إسماعيل الرملي. يعني قلت منذ قليل أن ليبيا لن تستسلم لعسكري، يعني خليفة حفتر ربما قلت أنه يسعى للإيحاء أنه يسيطر على معابر حدودية مع الجزائر. المجلس الرئاسي الليبي في المقابل يصدر بلاغا أو بيانا ربما يغلب عليه التعميم، منع فيه بشكل عام أي تحركات عسكرية دون إذنه. يعني ما رأيك في هكذا بلاغات؟ هل توفي بالغرض برأيك؟ شكرا الكبير للدكتور إسماعيل، لأنه لزاما ونحن في داخل المشهد ولسنا بعدا عنه حتى نوصف توصيف، ولذلك لزاما القول بأن المدعى بأن قوات لحفتر وصلت إلى الحدود الجزائرية هذا كلام عاري عن الصحة شكلا ومضمونا وغير دقيق وغير موجود على أرض الواقع. وعندما أقول غير دقيق على أرض الواقع من خلال الاتصال المباشر الموجود على أرض الحقيقة، وأن هذا عبارة عن نوع من بيع الأوهام للموجودين. ثم ثانيا لا يمكن حتى الربط بمجرد الربط ما بين حفتر والوطنية، فحفتر أولا عميل للمخابرات الأمريكية ويحمل جنسيتها وتربى فيها لمدة 22 عاما وليس له من الوطنية شيء، وهو مطلوب لجرائم قتل أكثر من 2000 ليبي. هو أيضا مجرم سواء كان بالمنطقة الغربية بمقابر حول ترهونة وحول طرابلس وغيرها، هو مجرم أيضا فيما يتعلق بالمقابر بوادي الدوم وجرائم أخرى، هو مجرم بشكل حقيقي. هذه لا يمكن وصف بالوطنية أو إلصاقها بهذا أو حتى تقريبها من حفتر. حفتر حقيقة وداعش وجهان لعملة واحدة، القتل والإجرام والدماء والسفك ومحاولة الإلهاء وأيضا التحالفات. نعم أجزم بأن القوات المصرية أو ما يتعلق بمصر السيسية والإماراتيون من منذ مدة والفرنسيين أيضا يحاولون قدر الإمكان العمل على دعمه، وهو ميت سريريا. لا يمكن القول نعم هو يريد أن يفسد العلاقات الليبية الجزائرية، خاصة في ظل أن مصر تريد أن تتمدد أكثر ولا تريد أن يكون للجزائر علاقة برية أو حدود برية مفتوحة ومترعة بين الطرفين، خاصة وأن الزيارة الأخيرة التي بدأ واضحا فيما يتعلق بزيارة السيد عبد الحميد البيبة وأيضا المجلس الرئاسي أن هناك اهتمام وإعادة، خاصة بعد تعديل الدستوري الذي أباح للجزائر أيضا أن تتواجد خارج حدودها وفقا للمتبع قانونا بالخصوص. أجزم من الزاوية الثانية أن إمكانية القول بأن ليبيا، نعم ليبيا تمر بمعضلات وإشكاليات، لكن لا يمكن القول أو التغاضي بأن ليبيا تريد وطلبت وبشكل رسمي ولأكثر من مرة في مساعدة جيرانها وعلى رأسهم الذين راسلوهم من أيام السراج الجمهورية الجزائرية. هناك إشكاليات، لكن دكتور الرملي، لدعم هذه الجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع جيرانها وغيره، لماذا اليوم يبدو موقفها من هذه التي سميتها أنت يعني شطحات إعلامية ربما لحفتر، لماذا لا تنفيها أو تثبتها بشكل قاطع؟ لماذا لا تصدر مثلا بلاغا يسمي المسميات بأسمائها؟ لماذا تصدر بلاغات بشكل عام اليوم؟ لماذا مثلا هي لم تثبت اي شيء حفتر حتى في اعلانها وبياناته، ما تكلم عنه يتكلم عنه دائما المسماري، وحقيقه نعم ما ذكرته من بيان بمنع العسكريين من الخروج هو دائما مباشره كصوت نشاز يخالف اي تعليمات تصدر اليه هو والمجموعات، لانه غير منضبط وليس عسكريا منضبط. من زاويه ثانيه هو بلغ من العمر عمري عثيا، ولذلك هو خرف حاليا، يجب ان يحال على التقاعد والمحكمه قبلها وبعدها واثناءها، والعداله اساس. من زاويه ثانيه نعم
نعم كان ولا يزال لزاما على الحكومة الليبية وأيضا للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش أن يصدر توضيحا للليبيين، ولكن يدركون بأن هذه الأمور ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبين الفينة والأخرى ومع اقتراب ساعات وجود مؤتمر في برلين في 23 ووجود مؤتمر بجنيف من 27 وحتى بداية الشهر القادم، نحن نتكلم على اهتمام بالشأن السياسي الليبي، فلذلك يحاول أن يلوح بكلمات أو فقاعات إعلامية من أجل الإعلان على أنني حي وأنني لازلت موجودا وأنني وأنني وأنني، في حين يدرك الوطنيون ويدرك الليبيون أن هذا عبارة عن هراء في هراء في هراء. هو قدم نفسه كمحارب للإرهاب، ما رأيك في هذا؟ لم أسمع أقول سؤالك. حفتر قدم نفسه عبر البيان الذي أصدره أنه محارب للإرهاب، ما رأيك؟ حفتر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، ولذلك من الذي سمح لقوات داعش بالخروج من المنطقة الشرقية ومن درنة والوصول إلى مقر الدولة الإسلامية في مدينة سرت؟ سرت التي ضحى البنيان المرصوص فيها ب 739 شهيد و 3500 جريح، انه حفتر هو الذي نشر الرعب ومحاوله قدر الامكان، حفتر هو الذي حاول مهاجمه عاصمه بلده، حفتر هو الذي استمر يزبد ويرعد ويقصف بل وقصف حتى الكليه العسكريه فسقط جراء ذلك 39 شهيدا، حفتر هو الذي استمر في هذه الحرب الهوجاء 429 يوما وانتهت بهزيمه النكراء. إنها الحقيقة حفتر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، والذي يدعي بأنه حفتر يحارب الإرهاب هو لا يعرف حفتر ولا يعرف أنه مجرم، إنه مجرم ويجب القبض عليه. إذا لم يساعد المجتمع الدولي في القبض على حفتر فإن خسائر المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ستزداد. كل ذلك، كل ما يحصل حاليا من انقسام للبرلمان وانقسام للحكومات وعدم الهدوء فيما يتعلق بالمشهد الليبي وإغلاق النفق في السابق ومحاولة قدر الإمكان تعكير جو الانتخابات إن وجد أو العمل على إفسادها قبل وجودها، كل ذلك كمن أفضل. نعم، ابقى معنا. السابق من أيام غسان سلامة عندما كانت هناك مؤتمر على الأبواب، من الذي أفسد المشهد؟ إنه حفتر. سنتحدث أكثر عن المشهد الليبي تحديدا، لكن ابقى معنا أستاذ محمود إسماعيل الرملي. لأتوجه بسؤال للدكتور إسماعيل معراف، يعني كان تبون قد صرح كما قلنا أنه مستعد للوقوف مع طرابلس ضد أي سقوط لها ربما على يد مرتزقة، هل كان تبون حسب رأيك على قدر تصريحاته؟ كيف سيتعامل مع لعب حفتر بالنار كما وصفته الصحف الجزائرية؟ أولا هو الحق أنه لازم واحد يعرف بأنه ليبيا لم تعد قضية إقليمية وقضية الشعب الليبي فقط، ليبيا أصبحت تقريبا في مسارك التدوير. والقضية لم تصبح فقط تهم الليبيين، أولا لأن ليبيا موقع جغرافي استراتيجي وأيضا خيرات بترولية ونفطية كبيرة، وكل ينتظر متى سوف يقتسم الكعكة، وبالتالي أنه الرئيس الجزائري في اعتقادي أنه لم يكن فقط يتكلم بالجدية، وكان فقط يقول بأنه هو في مواجهة وضع تقريبا داخلي مقلق وعدم قدرة على أن تكون الجزائر فاعل في المشهد الإقليمي والدولي، لأن الجزائر فعلا فقدت قدراتها الدبلوماسية وتقريبا أصبحت تنفذ بالنيابة للفرنسيين والروسيين تقريبا في المنطقة، لا سيما الدور الفرنسي في المنطقة، وبالتالي أنه تبون أراد فقط أنه يظهر للرأي العام بأنه الجزائر قوية وأن الجزائر عادت إلى المشهد الدولي، ولكن أنه هذا أنا في اعتقادي هو فقط للشو إعلامي ليس إلا، حاول من خلال الرئيس أن يصنع لنفسه وللنظام في الجزائر مجدا، ولكن للأسف أنه الحقائق الموجودة على الميدان هي مرعبة ومقلقة وتظهر بأنه النظام الموجود في الجزائر هو نظام غير وطني وغير شرعي وغير قادر على أنه صراحة يحمي حقوق الجزائريين كدولة. بدليل هو أنه اليوم سواء قلنا حفتر بأنه هو يحارب الإرهاب أو هو مع الإرهاب، لكن حفتر صراحة حقيقة وموجود على تقريبا النيران وتكاد تمسك بالثياب الجزائرية، واليوم تقريبا الآلة الإعلامية تحركت في الجزائر وأصبحت أنها تبرر وتذهب بالشتائم ضد حفتر، ولكن حفتر هو ليس المارشال الليبي الذي يرفض أجندة
وطنية، هو موجود من أجل غرض وأجندات إقليمية ودولية في المنطقة. وبالتالي أنه أنا بالنسبة لي الدور الجزائري أنا في رأيي إكسباير باللغة الإنجليزية، يعني انتهى دور الجزائر منذ مدة. والآن ربما الكل يعرف القوى الدولية بأنه الجزائر ليست إلا لاعب ثانوي، بدليل هو أن كل المؤتمرات التي انعقدت بشأن الملف الليبي تقريبا، شوف المغرب اتفاق السويرات، المغرب جاءت من بعيد، ولكن الآن أصبح لها قبول لدى تقريبا الفرقاء أكثر من الجزائر. دعك هي سيدتي الفاضلة من وسائل الإعلام الجزائرية والبروباغندا التي يقدمونها، لكن نتكلم عن الواقع، نتكلم عن الحقائق الموجودة على الميدان. الجزائر تقريبا لم يعد لها الدور، هي خارج المعادلة. ما نتابعت مؤتمر صحفي في تركيا حول الأزمة في ليبيا، وكان حاضرين تقريبا كل وزراء الدبلوماسية الموجودين تقريبا في التخوم مع ليبيا، ولكن للأسف أنه البيان لم يشير قط إلى دور الجزائر. هذا الدور نسمعه من رئيس تبون بين قوسين في كل اللقاءات مع الصحافة الوطنية وغيرها، ويتكلم بعنجهية. هذه العنجهية من ناحية علم النفس، من علم النفس الإكلينيكي، بأن تعني أن الرجل هو ليس له معلومات كافية عن ما يحدث في ليبيا صراحة. نعم، ابقى معنا الدكتور إسماعيل معرف. نستقبل الآن معنا عبد الحميد العربي الشريف، الخبير أمني وعقيد متقاعد، لنسأله أكثر عن الموقف الرسمي مما يحدث على الحدود الليبية الجزائرية. أهلا بك عبد الحميد العربي الشريف، ما قراءتك للرسالة التي ربما بثها حفتر من الحدود الليبية الجزائرية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصوت المرسول الكريم. حفتر، اولا لازم نفهم حفتر. حفتر هو لعبه دميه في يد قوى اقليميه عندها مصالح كبيره في ليبيا، وتستعمله كبيدق في المعادله. تنقل حفتر واعلانه المنطقه الجنوبيه الغربيه بالنسبه لليبيا والشرقيه بالنسبه للجزائر المنطقه العسكريه، هو لا يرجو ان يكون انه شو يعني استعراض فقط، لان نقل فرقه من المشاة المحموله على سيارة رباعيه غير مثل تهديد عسكري امني بحت المفهوم العسكري. يعني لو كان تنقل لاليات مزنجره ودبابات وفرقه تاع دبابات يكون امر مختلف، ولكن نعرف انه امكانياته هي امكانيات عباره عن امكانيات محلية بدائية لا ترقى إلى مستوى قتالي عالي. لذلك أنا كنت كما في السابق أن أحسن رد على ما قام به حفتر هو التجاهل، لأنه لا يمثل شيء ولا يمثل لا حتى تخطيط لا حتى خطر ولا تهديد بالنسبة للجزائر. يبقى لماذا قام بهذه الخطوة الآن؟ ربما في سياق يعني ما يحدث من شد ومد في الملف الليبي، يريد ان خاصه بعد استقبال الوزير الاول المعين الليبي، وعقدت عده اتفاقيات في الميدان الاقتصادي في تزويدها بالكهرباء كلش، ربما هذا جعل الطرف الثاني يريد ان تكون له كما تفضل المتدخلين ان يكون لهم حضور في تقديم الكعكه الليبيه، ويعني لا تعد ان تكون مناوره فقط من اجل التواجد وفرض ان رفع الصوت انني هنا موجود. اذا كان كذلك، يعني لماذا اقحم تبون نفسه في صراع ليبي؟ لماذا تحدث هكذا في اخر ظهور له ظهور اعلامي له، وقال انه مستعد للوقوف الى جانب طرابلس؟ ربما هي اشاره انه مستعد عسكريا لذلك، اذا كان الشان ليبيا، وحفتر لا يوجه بهذه العمليه ربما رسائل الى تبون، لماذا تدخل تبون حسب رايك؟ لا، انا لم اقل هي رسائل تبون، لم اقل ليست رسائل، هي رسائل للجزائر. ولكن انا لست في مكان رئيس جمهوريه حتى اتدخل واقول لماذا تكلم هكذا او لماذا لم يتكلم. هو رئيس جمهوريه، هو حر، ما يتخذ من قرارات ليس لي شان فيها او دخل فيها او استطيع ان افسرها. ولكن ما قام به حفتر هو رد على الجزائر، ولكن انا قلت لك بالنسبه للجانب الجزائري لا تعتبر رساله تهديد خطيره تؤخذ على محمل جد، عباره عن وحدات
محمولة على عربات رباعية الدفع لا تشكل تهديد يعني يجب التعامل معه بقوة. أحسنتها التعامل معه هو التجاهل لأن إمكانيته محدودة قتاليا وعسكريا. شكرا لك عبد الحميد العربي شريف الخبير الأمني والعقيد المتقاعد، كنت معنا من الجزائر. إذن أعود إليك دكتور إسماعيل معراف، ما رأيك فيما قاله هذا عبد الحميد العربي شريف الخبير الأمني والعقيد من الجيش المتقاعد؟ إذن يبدو أن فقدنا الدكتور إسماعيل معراف. أعود إليك الدكتور إسماعيل الرملي، يعني رئيس الحكومة الليبية دبيبة دعا إلى نبذ الفرقة ونسيان الأحقاد والانطلاق نحو البناء، وذلك إثر إشرافه على فتح الممر الحدودي بين الشرق والغرب الليبي الساحلي أمس السبت. نعم، في تقديري أن ما يتعلق بفتح الطريق الساحلي ومحاولة قدر الإمكان العمل على القول بأن هناك إشكاليات ربما تنتهي، لا أعتقد أن الإشكاليات ستنتهي مع أنها ربما تخفف. وجود حكومة موحدة أمر جيد، لكن الأجود من في أن يكون هناك تقدم في المسار الأمني ومحاولة قدر الإمكان للعمل على إنهاء الإشكال من أصله دون العلاج القشور. واقع عملي أن الإشكاليات كبرى ولا تزال وستستمر ما دام موجود حفتر. حفتر سيطر على جزء من المشهد في مدينة بنغازي ويحاول التمدد بالجنوب بالمعونة ما بين الفرنسيين والمصريين والإماراتيين، لكن لا يوجد بشكل حقيقي وليس صحيحا فيما بدا للبعض بأن هناك قوات قرب بغداد. هذا كلام غير دقيق، ولذلك أنا نقلا على الموجودين هناك والمسؤولين بشكل رسمي هذا كلام واقعي. من زاوية ثانية، كيف يمكن العمل على قراءة المشهد؟ أعتقد بأنها نوع من الدغدغة للذين سيتجهون إلى برلين في 23، يعني نحن نتكلم على يومين من أجل الولوج إلى إمكانية أن يكون فيما يتعلق بالبيان الذي سيصدر في هذه المجموعة محاولة لدغدغة بإمكانية أن يوجد بأي طريقة كانت بطريقة أو بأخرى، لكن هذا غير ممكن لأنه لا يمكن للليبيين أن يتنازلوا على دماءهم ولا أن يكونوا ينصبوا عسكريا فاشلا كهذا وهو مجرم. الدول الأخرى ومن التي من ضمنها الجزائر والتي حتخرج ستحضر على مستوى وزارة الخارجية، كما ستحضر أيضا دول أخرى وربما السيد وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس أو نائب رئيس المجلس الرئاسي وكذلك رئيس الحكومة وكذلك أيضا من ضمنها وزارة الخارجية الليبية، لأنها هي ضيف شرفة وكأن الموضوع ملف ليبي. لكن هل يمكن للمجتمع الدولي القول بأنه سيخرج بنتائج إيجابية؟ أعتقد أن المجتمع الدولي إلى الآن لم يتخذ قرارات، ولولا المجتمع الدولي لما وصلت ليبيا إلى هذه الإشكاليات. الإشكاليات التي مرت وتمر بها ليبيا سببها المجتمعون يحاولون اقتسام الكعكة من زاوية ما بين إني وما بين توتال وما بين المصريين وما بين إفساد الإماراتيين أينما حلوا، هذا الواقع العملي يقصد حكوماتهم. والواقع أيضا أن الدول الأخرى تحاول قدر الإمكان الدغدة أو الحديث على مصالحها وهو أمر وديدنهم كما هو الحال، الحديث على الهجرة غير القانونية والحديث على مكافحة الإرهاب، في حين أن ليبيا دفعت فلذات أكبادها في مكافحة الإرهاب وإنهاء تنظيم الدولة الموجود بسرت. تبنى ذلك كان باهظا جدا للليبيين، 739 شهيد و 3500 جريح. واقع أيضا أنه ليبيا مدعوة الدول الأخرى في أن تساعد أولا بداية في تنظيم القوات الأمنية والمساعدة في حماية الحدود والعمل على اتخاذ قرارات بالإسعاف الليبيين بشكل عاجل من أجل العمل على الولوج لعملية سياسية من خلال انتخابات برلمانية في إطار نظام القوائم ووفق إجراءات جديدة ليتم التخلص من الأجسام الباقية والميتة سريرية، وأيضا التوجه إلى الدول التي وعدت بأن يكون لديها علاقات مميزة مع ليبيا كالجزائر في أن تنفذ وعودها أيضا، سواء كان من خلال فتح الحدود ومن زاوية ثانية السماح بالعبور والتنقل، وأيضا العمل على أن يكون هناك أيضا مساعدة أمنية وتبادل للمعلومات من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة والجريمة، والعمل على القول واحدا بأن هذا أو ما يحصل في حدود الجزائرية مدعاه نوع من الأمور المدفوعة، لكن لا يوجد على أرض الواقع، مجرد إعلاميا فقط، أما واقعيا فلا يوجد شيء. الحدود نعم مغلقة ومنذ فترة ومن الطرف الجزائري، ولكن وعد الليبيون بأنها ستفتح وستكون هناك تبادلات ونقل للسلع وهو أمر جيد يفيد الشعبين.
نختم معك أستاذ دكتور محمود إسماعيل الرملي بسؤال استشرافي ربما، يعني هل سيلبي الفرقاء السياسيين الليبيين بعد برلين 2 طموح الشعب الليبي بليبيا موحدة ذات سيادة ومستقرة حسب رأيك؟ أن المسؤولين الموجودين غير ناضجين سياسيا في معظمهم، ولذلك عبثا يحاول المجتمع الدولي إذا استمر في إمكانية التمديد والتمطيط لهم، ولذا لزاما التوجه إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر وميلاد أجسام جديدة برلمانية وبرلمان من غرفتين والعمل على خلق التغيير. أما إمكانية الولوج لعملية سياسية في ظل تمديد وتمطيط لهؤلاء أعتقد بأنه لا ينتج حلا. أيضا العمل على أن يكون هناك أيضا دعوة إلى مصالحات مجتمعية متكاملة والعمل على غل يد التدخل الأجنبي المتمثل في التدخل السلبي وما فيهم الدول الأخرى كما هو الحال في فرنسا وأيضا الإمارات ومصر، والعمل على مساعدة الليبيين فعليا وليس مساعدة الدكتاتوريين، والعمل على مساعدتهم في القبض على حفتر وتقديمه للعدالة. ليبيا ستبنى وستكون دولة قوية وتكون أيضا محل إقبار فيما يتعلق بمحوطها المتوسطي وأيضا الأفريقي، وهي تشكر للجميع مساعدتها زمن الشدة. الجزائر شقيقة كبرى وستستمر العلاقة وتزداد معها. شكرا لك دكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث والمختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من طرابلس. كذلك الشكر موصول للدكتور إسماعيل معراف الباحث والأكاديمي والمحلل السياسي من الجزائر، وعبد الحميد العربي شريف الخبير الأمني والعقيد المتقاعد من الجزائر أيضا.